مرحبا. بالرغم من أنه الكثير من الطيور بتهاجر أثناء النهار مثل طيور السنون والصقور والطيور الطنانة، إلا أنه غالبية الطيور البرية بتهاجر ليلاً. وعلى الرغم من صعوبة الطيران بالليل، إلا أنه في سبب وجيه للمناورات الليلية. وبحسب علماء الأحياء، هجرة الطيور بالليل إلى ثلاث مزايا. أولاً، الطيور ما بتقلق من هجمات الصقور أو الشاهين ليلاً. وثانياً، الهواء بالغلاف الجوي عادة بيكون أقل اضطراباً من النهار. وأخيراً، بيكون الهواء أكثر برودة بالليل، والطيور المهاجرة بتنتج كمية هائلة من الحرارة الزايدة يلي بتحتاج لفقدها. ومعظم الحرارة بتفقدها طيور من خلال الأرجل العارية من الريش. وكل ما كانت درجة حرارة الجو أكثر برودة، زادت سرعة فقد هاي الحرارة. نرجع لأخبار طاقتنا، فبعده بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام. عم تبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات من المطر فوق مناطق متفرقة، وعم بيكون مثلج فوق المرتفعات الغربية والمناطق الشمالية والجزيئة. أما درجات الحرارة فبعدها مكملة بارتفاعها، حتى عم تصير قريبة من معدلاتها بأغلب المناطق سورية. ليلاً عم بيكون الجو شديد البرودة، ويحذر من تشكل الجليد والسقيع بالمناطق المرتفعة والضباب بالمناطق الداخلية. بالنسبة للرياح، عم بتكون غربية لجنوبية غربية معتدلة لخفيفة السرعة، عم توصل ل 14 كيلومتر بالساعة. أما الرطوبة فعم تتراوح بين 60 وال 95%، والبحر عم يكون متوسط ارتفاع الموج، ودرجة حرارة المي 12 درجة. رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالساعات الجاية بالعاصمة السورية دمشق. عم بيكون مطر بشكل عام، ودرجات الحرارة عم بتسجل الدنيا 3 العليا 11 درجة. أما كيف عم بيكون الجو بأهم المدن والمناطق السورية رح ننتقل سوا لنشوف. رح نبدأ من المنطقة الجنوبية بالسويدة، طقسها مطر ودرجات الحرارة عم تسجل الدنيا 4 العليا 8، وبدرعا درجات الحرارة عم توصل ل 12 وأيضا الأمطار مكفية. بالقنيطرة درجات الحرارة عم تتراوح بين 3 و 9 درجات، وأيضا عم بيكون في أمطار. بالمنطقة الوسطى بحمص وحما، طقسنا مكفي مطر مثل كل المناطق، ودرجات الحرارة عم توصل ل 9 درجات، وبحما لل 10. أما كيف عم بيكون الجو على الساحل بطرطوس ولدقيقة رح ننتقل سوا لنشوف. طقسنا مكفي مطر ودرجات الحرارة عم تسجل بمدينة لدقية الدنيا 9 العليا 14، وبلواء اسكندرون درجات الحرارة عم تتراوح بين 10 و13 درجة، والأمطار مكفية. بالمنطقة الشمالية بحلب وإدلب، طقسنا مكفي مطر مثل كل المناطق، ودرجات الحرارة عم تتراوح بحلب بين 2 و7 درجات. أخيرا رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون طقس المنطقة الشرقية. بمدينة الرقة جونا عم بيكون مطر أيضا، ودرجات الحرارة عم تتراوح بين 1 و7 درجات. وبالحسكة درجات الحرارة عم تسجل الدنيا ناقص 1 العليا 4، وعم يكون الطقس مثلج. أما أخيرا بدير الزور درجات الحرارة عم تتراوح بين 1 و8 درجات، وعم بيكون الطقس ماطر. هاي كانت أخبار طقسنا للساعات الجاية. لا تعرفوا تفاصيل أكثر عن طقس الأسبوع، تروني بكرة. باي.